جنب كده حواليك حمد انت قدامه بقى لما حاجه كده كلفه كام يا محمد؟ 22 كيلو لا في عالمين بره دي عالمين بره حته بره دي دي لسه مش واخد بالك من الدور وبعدين بعد الدور قالوا طب قلنا لهم في 5 ملاك بعده فمشي امبارح بتاع محمد عندنا 5 ملاك مشارك نحن المحافظه بتشارك مشاركات ايجابيه وانا بشكر رجال الاعمال اللي هم اصحاب الشركات الفلاحه دي لان طبعا ان هو يضحي بفلوس سياره وطقم تشغيل وبتاع وطبعا كله عشان مصر كله بتاع مصر مفيش اي حد نقدر نقول غير ان احنا كله متشكرين متشكرين على مشاركتك الفعاله حاجه جميله ان احنا نشارك لازم